من كفر قاسم وجدت هذا الاسم على إحدى البيوت القديمة في كفر قاسم، الدكتور رؤوف أحمد عايد مطهر أولادي مطهر. مش هيك ما كان يدور في حوارة؟ ومعاي الحاج نواف بيضحك على شو بيت مطهر. هذه هي شوارع كفر قاسم القديمة. يعني شفنا داك يكين زي دكانة الحج فلاح في زمانه الله يرحمه، وداك دكانة نورة نورة، ودكانة محمود المليسي أبو راتب، هن هذو. أي نعم، زي قهوة مسرطة. قهوة مسرطة وقهوة أبوكتات. هاي جولي مع كرابتنا الحج نواف أبو طارق، جاي من الأردن، جاي سياحة على داره على بلده. وين بتلاقوا هيك ظلم؟ هذا الشارع الرئيسي. عجبتني هذيك الشجرة يا حج نواف، طلع عليها أم الورد. يا ما شاء الله، شايف؟ ما شاء الله. انت اللي لاحظوا اسامي الشوارع باسامي الاولياء والانبياء الصحابي. الصحابي ما شاء الله، البلد مرتبه هاديه. قديمه هادي. فقيرين مش فقيرين هم. هاي الصخره. ايوه، فهذا منظر اعجبني جدا. مجمع طيبه، شايف؟ هذه كفر قاسم. إذا بتلاحظ أسامي الشوارع كلها مكتوبة مسمية بأسامي الصحابي. مخبز النور وأزهار سماح. زمان عن كفر قاسم وكهربة أبو عيسى. حمص وفول حمزة. انت مفترش، ما بتقول لي جيبوا يفترهان. الماهر بتقول لي جيبوا يفترهان. انا افترت هذا. الأمير للسياحة والسفر. شو هاي سخنين؟ مكتوب كلية سخنين. بصير. ذكرى مجزرة كفر قاسم 1956. يا حرام عليهم، شو ظلمونا وشو عذبونا وشو قهرونا. هذا هو مسجد الشهداء اللي صورنا عنده قبل قليل، ونحن في طريقنا إلى العودة.
هلا في هون سوبر ماركت الله يبقى كده تحوج منهم يا حاج. دوستوريا ايوه يلا شوف عندنا الوقت.